حنا يعني كنعانيو يعني المراره ديال التجاره، المداخل كلها مسدوده، الابواب ديال المدينه كلها يعني مسدوده، البائع المتجول اليوم تزاد يعني بواحد الكثره، واحد يعني بواحد الشكليه يعني مهوله، وبالتالي كنطالبوا المسؤولين انهم باش بالاخلاء نهائيا، لان قضيه ديال اللي كانوا كنا كنتعاملوا بها شحال هذه، واحد الشكليه ديال انهم يعني كيحيدوهم من 8 حتى للجوج ولا من 8 حتى ل 12، ما بقاش هذا الشيء يعني مجدي حتى بالنسبه لهم هما، حكى باع متجول وخصهم الاماكن ديالهم، كاين اسواق بنوا لهم اسواق، والسوق اليوم الحمد لله كامل، يرحلوهم الاسواق ديالهم، وبالتالي ملي كتلقى التعنت ديال المسؤولين وكتلقى الابواب يعني مسدوده من الناحيه ديال المسؤولين، انهم واش ما لاقينش الحل، واش ما باغينش يوجدوا الحل لهذا الشيء، كتلتجئ لهذه الوسيله اللي هي ديال المسيره او اضراب. يعني صراحه سدينا واحد النهار اتجهنا في اتجاه العماله، كنا كنشدوا المسؤولين وكنا كنجدوا السيد العامل، صراحه ما بغيناش نجلسوا مع المسؤولين، لان المسؤولين الاكثريه فقدنا فيهم الثقه. جلسنا مع السيد الكاتب العام وعطاو وعود، جلسنا مع السيد القائد وعطاو وعود، جلسنا مع السيد الباشا، يعني كانت يعني جلسات ماراطونيه، وبالتالي لا تجدي شيئا هذه الجلسات. بغينا نجلسوا مع السيد العامل ممثل صاحب الجلاله على اساس انه باش ياخذ معنا شي اجراء جدي اللي تكون فيه الجديه والمسؤوليه، وبالتالي اننا باش نقطعوا هذا الحبل هذا ديال البائع المتجول، باش حتى هو يلتحق بالمكان ديالو، لان المكان ديالو الان واجب، وحنا عاوتاني نمارسوا التجاره ديالنا بواحد الاريح، نلقاو فين غادي ندخلوا المحلات ديالنا. دابا يصعب انك باش تولج غير المحل ديالك، صعيب باش تجيب السلعه ديالك وتحطها، يصعب الهديم، الاشغال اليوم يعني زاد تكملات علينا، يعني وصلنا لواحد الحاله اللي هي يعني حاله يرثى لها صراحه. يعني هاد المسؤولين مابقاش عندهم حجه يقول لك ما عندنا فين نحطوا هاد الفراشه، يعني السوق ديالهم واجد. دابا المشكل الكره ولات عند المسؤولين ما بغاوش يتحركوا، كيعطيونا وعود، حنا هاد الوعود ملينا منها، حنا كجمعيات حنا كنناقشوا معاهم، لكن هما ما عاطينش، على ما ظهر لي انا برايي الشخصي انهم ما عاطينش الاهميه للكلام ديال الجمعيات، حنا كننقلوا غير الكلام ديال التجار. البارح كنا لقاء مع التجار، لقاء ماراطوني، سمعنا فيه العديد ديال الكلام، رغم اننا بغينا نعطيو مقترحات نتاع مراسلات ونمشيو في الناس الحوار، الا ان التجار عياو بمعنى الكلمه، عياو. قال لك هاد المسؤولين راه غير كنعاودوا نفس السيناريو كيتكرر، يعني راه غناخذوا وعود وغناخذوا الكثير من الكلام وما غيطبق حتى حاجه على الارض الواقع، وبالخصوص ان المشكل تقريبا تحل من صاحب الجلاله، اعطى الحل، اعطى مشروع التسمين، بسط لهم كل شيء، بقى غير مجرد لمسات بسيطه من عند هاد المسؤولين، وماش ما يقدش اللمسات هي انهم ينزلوا هذا المشروع على ارض الواقع. هذا المشروع نتاع التسمين ها هو بان حنا، كيبان حنا انه تاخر بزاف، وما تيعطيك وعد ان 2023 ما يبقاش صافي كل شيء غينتهي، يعني المشكل ديال التسمين غيسالي. واش بالله عليك واش يقول لك عام ونص غير في ساحه الهديم، يعني 2024 مازال ما ينتقل للسكاكي، ومادام حنا صرينا على السيد العامل هو اللي يكون منسق مع هاد المؤسسات، لا الغرفه لا الجماعه، الا اننا بغينا محاور اللي يعطينا الحل. فرئيس الجماعه راه الدور ديالو كبير في هاد المشكل هذا، ولحد الان ما شفنا حتى شي تدخل منه. خص رئيس الجماعه يتحمل المسؤوليه، لان المدار الخارجي نتاع هاد السوق الجميليه فهو من اختصاصه، الاحتلال الملكي العام راه من اختصاصه، ما بغيناش ندخلوا في المشاكل الاناره وكذا، لان داك لان هما غادي يديروا، غادي يمشيو لذاك المسائل البسيطه اللي من الضروري من الواجب عليهم يحلوها. حنا هاد بالنسبه للسيد رئيس الجماعه كنحملوه كذلك المسؤوليه، وتصارت واحد بحال هذيك الشماعه اللي بغاو يعلقوا عليها الفشل الذريع ديالهم، تيقول لك المشكل البيبان، الباب هنا في البزازي، الباب في شارع الملاح، حنا ما كيهمناش هذا الامر، حنا ما كناش شركاء، حنا كجمعيه ما شاركوناش.
لو كان هاد المسؤولين عاقلين لو كان من الاول فاش تحط المشروع الملكي كانوا يناديونا ويديروا المقاربات التشاركيه نكونوا فيها شراك جميع ونعطيو التصورات ديالنا. ما شاركوناش، جاو الانتي تيرميو لنا الكره، عطيونا حل هاد البيبان، هما مسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ويحلوا لنا السوق الجميليه في اسرع وقت. تقريبا درنا 29 وقفه اللي درنا في ساحه الهديم، وبعد منها درنا مسيره للعمله، اضراب مع مسيره. حنا الامر اللي كنطلبوا من هذه الجهه المعنيه هي تفتح واحد الامر اللي هو قوس في هذه المدينه العتيقه، اللي هو فيه مشاكل عويصه، من بينها هو البيع المتجولين يلتحقوا بالاماكن ديالهم. دابا الاماكن ديالهم واجده، الامر بقى التماس السوق اللي بقى واحد اللي بقى في مدينه مكناس هو السوق ديال البيع المتجولين ديال مدينه ديال السكاكين. أسوق كل سيدي بوزكيت فتحات مرجان السكونه ويسلان كلشي، علاش بالضبط السكاكين ما بغوش يديروا هذا الحل؟ هذا هو الامر اللي كنتسالوا هذا المسؤولين. دابا السوق تدار صافي، خصو يفتحوا حصار يهزوا هذا الحلف على التجار المساكن، راه كيعانيو في صمت. راه نكرر هذا الكلام، هذا راه قلتها في مقابله صحفيه سابقا، بان في هذا الاضراب هذا التجول ديالنا اللي كنا درنا على الاضراب كنلقاو التاجر مسكين ما كيتسفالش سيمانه، خاصه مع وكاين ديال كوفيد وكاين المشاكل بزاف. التاجر مسكين ما كيخلصش، ما لقاش باش يخلص ضرايبه، السيد ما لقاش باش يخلص كرا، السيد ما لقاش باش يخلص الضو والماء، السيد ما لقاش باش يخلص ولادو. تصور التاجر وقفنا عنده كيطيح له الدموع، كيطيح له الدموع ديالو، راه لا يعقل. خص الناس، هاد الناس اللي هو باقي عندهم شويه الحس ديال الانسانيه يطلعوا على هاد التاجر هادي، سقسيوه وقولوا له مالك، علاش مسكين ما لقاش حتى المتنفس الواحد اللي ما بقى اللي باش يدخل المحل وما يدخلش. كاين كلام ساقط، الانسان كيجلس مع الاب ديالو في حانوت وما يقدرش يسمع، ما يقدرش يجلس. كاين كلام ساقط، وهذا الامر هذا كنهضروا له. وكاين واحد الجانب اخر اللي خصنا نتكلموا عليه، هي ديال مواقف السيارات، المرائب ديال السيارات راه كتفقدوا المدينه حاليا دابا، واللي هما في مشروع ديال التسميم دابا بحال زين العابدين، هو مازال ما دار فيه حتى شي حاجه. مشروع واحد اللي دار دابا حاليا راه مازال ما تنجز في النهايه ديالو، هو ديال الصناعه التقليديه، هذا خاصه قريب يكمل. ولكن زين العابدين مازال ما داروا فيه حتى شي حاجه، الحفره مازال ما داروا حتى شي حاجه فيها، وحنا مقبلين على العواشر، حنا ما عارفينش كيف نتعاملوا مع هذا الوضع. هذا باب المدينه كله مسدوده، شوها الانسان كيجي تما المسكين، كيجي ضيف ولا سائح ولا شي حاجه، كيدخل حتى ديك المنطقه كيرجع، ما بقى له فين يدخل المدينه، كيبقى محاصره. وهذا الامر هذا كنشجع الجهه المسؤوله والجهه المعنيه بهذا الامر هذا، اللي عنده باقي شي عاقل في هذه المدينه هذا يتدخلنا في هذا الامر، الله يجزيكم بخير ويفكوا لنا الحصار على المدينه. المدينه راه كتعيش في كتعاني في صمت. وشكرا. اللجنه خدا واحد القرار البارح بان ما كاينش شي رد من العماله حاليا. دابا كنت صفتوا المراسله ديال عقد اللقاء مع السيد الكاتب، مع السيد العامل، خاص ما كانش شي رد في هذا الجانب هذا. ودابا الاخوه راه خداو واحد القرار ديال غادي ينتقلوا لجهه فاس، اللي هي معنيه عاوتاني، هي كجهه هي فيها السيد رئيس الجهه مع السيد الوالي في هذا الامر هذا، باش يتاخذوا حتى هما الاجراءات اللي يوصلوا للصوت ديالهم. الى هاد الناس هادو ما كاينش فيهم شي عاقل لا تدخل في هذا الامر هذا باش يحل هذه المعضله ديال المدينه العتيقه، خداو اللجان كامل بالاجماع باش ينتقلوا لمدينه فاس نهار 25 في الشهر ان شاء الله، ونطلبوا الله تعالى يكون الحل حنا قبل هذا التوقيت هذا. وحنا مستغنيين على هذا الامر هذا، الاضرابات والمسيرات وهذا الشيء كله، كون كان شي اذنه صاغيه اللي كتسمع لهاد الناس هادو وجي تحل معاهم هاد المشاكل، ونطلبوا الله تعالى ان شاء الله تحل هاد المشكله هذا اقرب هاد التوقيت ان شاء الله. والسلام عليكم.